التأخر الناجم عن زحمة الأجندة وعن وعن ما عنده ما فهم أسباب ما فهم أسباب خلاف ولا ظهر لو كانت هناك أسباب خلاف لما توصلنا للمؤتمر صفر ما لأنه مرحلة أخيرة عادة المؤتمر يعقد بعد الاتفاق ما يعقد لإعلان عدم الاتفاق يعني ما في المجال في المجالات الأخرى وقلت قبيل عن في مجال الرقابة المصرفية عن خطينا خطوات هائلة وكملنا المنظومة سوق 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 البنوك سوق المصارف سوق الأساسي لنظم المصارف وعندنا أيضا إصلاح للسوق المالية مشروع قانون المالية إن شاء الله ينعرض قريبا على 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 الجمعية الوطنية وله راجع أيضا قانون التأمين والقانون الأساسي للبنك المركزي جملة من القوانين اللي يتحسن من 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 السوق المالية ومن ومن من من اللي يتعصر لا بلاس فينانسيير مثلا لا بلاس فينانسيير بصفة عامة خليها قاعد بلاس فينانسيير ما نترجم المركز المالي السوق في مجال التكنولوجيا الرقمية المالية سؤال أخير هو اللي ننهي عليه شفتي احنا قطعنا خطوات هائلة في الشمول المالي بصفة عامة وآخر اللي بينا في هذا الصرح هو شرط عليه التبادل البيني بين التطبيقات المصرفية وهذا كان مطلب للفاعلين مطلب أيضا للمستخدمين وتم والتسعرة لاحظنا ذاك المشكلة اللي خلقت الوجه في توحيد التسعرة يا غير قمنا اليوم خلقوا فيه اجتماعات وجبر الأطراف كاملة المصارف وجنتل والبنك المركزي ووحد التسعرة وعقب ذلك ملي لا يتم مراجعتها بعد 3 أشهر وإن شاء الله لا يتم لها انخفاض التسعرة بالمهم الشمول المالي الهدف الأهم على عن هذه إدخال الرقمنة عنه يخفض الكلفة ويسمح لأكثر عدد المستخدمين الولوج والاستفادة من هذه الخدمات يعني عن البنك المركزي وحق البنوك معانا فيها ما لهن نقوم بإجراءات كاملة اللي في سبيل تخفيض التسعر ليس فقط التسعر البينية وحتى التسعر داخل التطبيقات داخل في المعاملات الداخلية للتطبيقات إن شاء الله.